في منصب بيجي دفع بكامل قواته وتعزيزاته الى المصفى محاوله لامتصاص زخم الانتصار الكبير اللي تحقق في تكريت ولجذب انظار القوات الامنيه عن المناطق الاخرى اللي كانت تشهد خطط وعمليات للتحرير. خلال اليومين الماضيه قبل هذا القوات الامنيه في المصفى من جهاز مكافحه الارهاب والشرطه الاتحاديه والمتطوعين صمدوا خلال الايام التسعه الماضيه بوجه محاولات التنظيم للسيطره على المناطق الحيويه ضمن المصفى. خلال الايام الثلاثه الماضيه دفعنا بتعزيزات كبيره جدا من جهاز مكافحه الارهاب والاخوان في الشرطه الاتحاديه والمتطوعين الابطال من الحشد الشعبي باتجاه المصفى لفك الحصار عنه. هاي العملية وصولهم استغرقت ثلاثة أيام، تم من خلالها إزالة العشرات والمئات من العبوات الناسفة اللي زرعها العدو في طريق تقدم هذه القوات، لأنه كان يحاول أنه يقطع خط الإمداد بالكامل عن القوات المدافعة. الحمد لله والشكر يوم أمس تم التماس مع القوة المدافعة وأضيفت لها هذه التعزيزات الكبيرة. اليوم تم تطهير المصفى عدا بعض الجيوب البسيطه جدا مثل ما اشارها الضيف. حاليا قبل لا اتكلم معاكم كان هناك محاوله ل 16 انتحاري الهجوم على القوات اللي موجوده، تم قتلهم بالكامل وتفجيرهم في قبل ما يصلون الى القوات المدافعه. الان عمليه التطهير تم اكمالها في محيط المصفى بانتظار انه التقدم باتجاه خارج المصفى وتطهير المناطق اللي كانت هي حاضنه. طيب. وانطلاق لعمليات الهجوم من منطقه الالبجواري ومنطقه. طيب سيد صباح، تتزامن مع العمليه والخطه لتحرير بيجي. صار واضح. طيب سيد صباح، نعم. ذكرت لي هذا الكلام حضرتك، مشكور عليه. الحقيقه يعني مصفى بيجي او مصفى الصمود حاليا، حتى في السابق كانت هناك عمليه نوعيه من قبلكم للسيطره عليه وفرض الوجود فيه ومنع عصابات داعش، بمعنى انه السماح لافراد من هذه العصابات بالوصول الى يعني نوعا ما مرفوض جدا. كيف وصلت هذه العصابات الى هذه الابراج الاربعه وما الطرق التي استخدمتها؟ ويعني ما كان متوقع انه من الممكن ان تكون هناك عمليه تعرضيه على المصفى وبالتالي هناك خطه كبيره لتامين محيط المصفى؟ نعم، كان متوقع هذا، وما صمود هذه القوات لمده 9 ايام الا هو من ضمن التوقعات لمحاولات العدو. هذه القوة كانت مجهزة بالعتاد وبالمستلزمات اللوجستية لكي تصمد أمام هذه الهجومات. العدو استعاد إمام المبادرة بعد أن نجمع فلولة من تكريت. لا ننسى أنه بيجي لا زالت هي منطقة ساخنة ليست السيطرة عليها موجودة 100%. هناك مناطق وتعزيزات دفعها العدو من مناطق في شمال الموصل وحتى من منطقة الرقة في سوريا، دفع بتعزيزات كبيرة جدا للسيطرة على هذا المصفى بعد أن فقد السيطرة وفقد الأرض بالنسبة إلى تكريت وسامراء والمناطق الأخرى. طيب سيد صباح، أيضا تمت السيطرة على قائم مقامية بيجي قبل يومين ربما وعلى بعض المناطق، أين وصلت هذه العمليات؟ هل هناك تقدم داخل عمق بيجي؟ ان شاء الله هي العمليه مستمره. انا مثل ما تكلمت، عمليه التقدم بهذه القوات من بغداد الى وصولا الى بيجي والمصفى، هذه عمليات القوات عندما كانت تتقدم كانت تطهر المناطق التي تمر بها وتسليمها الى القوات المحليه للسيطره عليها. احنا الخطه اللي وضعت اخذت بنظر الاعتبار عمليه مسك الارض لما بعد التحرير، هذه مهمه جدا، وكنا نعاني صراحة من هذا الموضوع لأنه كان تحرر المناطق وبالتالي يستعيدها داعش لعدم كفاءة القوات في مسك هذا الأرض. الآن الخطة اللي وضعت سواء في الرمادي أو سواء في تكريت وحتى بيجي
أخذت بنظر الاعتبار ما بعد التحرير، هذا مهم جدا. عملية إعادة التنظيم مهمة جدا بقدر أهمية عملية الهجوم وتحرير واستعادة الأرض. جميل جدا. سيد صباح، فقط طمني عن القوات التي كانت مرابطة، ما أوضاعها؟ هل تم تزويدها بالمؤن، بالمعدات، بالأغذية، خصوصا أنه كانت محاصرة لفترة يعني لعدة أيام؟ الحمد لله خلال الفترة الماضية يعني لك أكثر من 9 أيام صمدت هذه القوات. كان نعم كانت هنا محاصرة، ولكن لا ننسى الفضل الكبير والدور الكبير للقوة الجوية الأبطال وطيران التحالف. استطعنا أن نرمي التجهيزات اللوجستية عن طريق الجو، هذه ساعدت لصمود هذه القوات. الآن التلاحم كان كبير، وإضافة لها القوة اللي دخلت لها من بغداد، الآن المعنويات عالية جدا. محاولات العدو البائسة تفشل وتقبر في مهدها إن شاء الله. وما قتل 16 انتحاري قبل قليل إلا دليل على الانكسار اللي وصلت له هذه القوات. هم قبل ساعة بثوا شريط فيديو يوهمون الآخرين إنه هم لا زالوا مسيطرين. هذا الشريط هو قبل أشهر تم عرضه لمحاولة، أحد المحاولات الفاشلة للهجوم على مصر بيجي. هم يحاولون يهمون انه لا زالوا مسيطرين على المصر، وهذه كلها يعني كلام صار واضح. طيب صباح النعماني المتحدث باسم جهاز مكافحه الارهاب، اشكرك جدا على هذه الايضاحات وعلى هذه البشرى والتطمينات. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. اعود لك يا سيد أبو